وحده عداد الانتهاكات في اليمن لا يتوقف عن الرصد وتحديث الارقام فقد اصبحت البلاد ساحه لارتكاب صنوف من الانتهاكات ضد حقوق الانسان في هذا الصدد كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان عن وقوع 455 حاله تعذيب ارتكبتها ميليشيا الحوثي منذ سبتمبر عام 2014 وحتى ديسمبر من عام 2018 أضاف تحالف رصد خلال ندوة نظمها على هامش انعقاد الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف أن أغلب حالات التعذيب سجلت في أمانة العاصمة بواقع 295 حالة تأتي بعدها محافظة صنعاء بواقع 86 حالة تليها محافظة إب بواقع 74 حالة وأشار التحالف إلى أن 170 ضحية توفيت بسبب التعذيب بينهم تسعه اطفال وامراتان وسته مسنين. اللجنه الوطنيه للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان هي الاخرى حدثت بياناتها التي شهدت تصاعدا كبيرا في اعداد الضحايا، فخلال سته اشهر بدءا من فبراير وحتى يوليو من العام الجاري حققت اللجنه في 660 واقعه قتل واصابه. هذه الوقائع سقط فيها قرابه 900 ضحيه. منهم نحو 300 قتيل بينهم 28 امراه و74 طفلا كما حققت اللجنه في جرح نحو 600 شخص، اما هذه الانتهاكات فتتحمل ميليشيا الحوثي مسؤوليه مقتل نحو 180 قتيلا وجرح نحو 450 فيما يتحمل التحالف ومعه الحكومه الشرعيه مسؤوليه مقتل قرابه 100 شخص، كل هذه الانتهاكات لن تقف عند هذه الارقام. فاحتمالات باب تصاعد الجرائم في اليمن لا يزال مفتوحا على مصراعيه والمستقبل القادم لا يحمل اي وعود للمدنيين في الحد من هذه الوقائع